إلى شباك الخير والذين خصصوا اليوم لمرض السرطان في يومه العالمي، حيث يهدد السرطان إلى جانب الأمراض الأخرى حياة ملايين اليمنيين، ويتزامن كل ذلك مع وقوع البلاد تحت وطأة الحرب والمجاعة وسوء التغذية التي طالت كثيرين بمن فيهم أطفال. طبعا كثيرون من مرضى السرطان في اليوم في اليمن ماتوا بسبب عدم توفير الأدوية من جهة وإغلاق مطار صنعاء من جهة أخرى. مراسلنا نبيل اليوسفي والتفاصيل. أين يا قلبي؟ أين وجعك؟ معاناة مرضى السرطان في اليمن وجه آخر للحرب، حيث لا تتوفر الأدوية ولا يستطيعون السفر إلى الخارج للعلاج بسبب الحصار. الطفلة صفوات محمد تعاني من مرض سرطان الأمعاء منذ عامين، وقدمت من محافظة ريما في أقصى شمال اليمن إلى العاصمة صنعاء للعلاج. تحفظ صفوات بعضا من سور القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. تحاول أن تمارس حياتها في مركز الأورام بشكل طبيعي رغم الألم، لكنها تتمنى أن تتعافى سريعا لتعود إلى قريتها. أنا مشتاقة لأبي وقريتي والناس كامل، يعني الأهل، الدراسة، الصحبة، يعني حالي. مرضى كوتر قدموا من مختلف المحافظات اليمنية إلى هذا المركز في صنعاء للعلاج. أكثر من 35 ألف يمني يعانون من أنواع مختلفة من السرطان، ويتم تشخيص أكثر من 11 ألف حالة جديدة سنويا بحسب منظمة الصحة العالمية. أطباء وناشطون يؤكدون أن العدد أكبر من هذا بكثير، لكن لا توجد إحصائية دقيقة بسبب ظروف الحرب. إحصائية تقريبية ما يزيد عن 15 ألف مريض مصاب بالسرطان في اليمن. هذا العدد للأسف في الآونة الأخيرة بدأ يتزايد بسبب الظروف المادية الصعبة للبلد، وكذلك عدم إمكانية العلاج. القطاع الصحي هو الأكثر تضررا بسبب الحرب الدائرة في اليمن منذ 4 سنوات، حرب لم تكتفي بقتل اليمنيين بل سلطت عليهم الجوع والأمراض المختلفة. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي.